السلام عليكم الأصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عدنا إليكم من جديد وبفيديو جديد. الأصدقاء ديالي، جبت لكم فيديو كيتحدث على ثلاثة اللعابة مغاربة اللي كان طالع عليهم الفيلم في هذا الفيديو. يوسف النصيري اللي هو اللاعب العربي الوحيد اللي سجل ما بين عصبة الأبطال وكأس الاتحاد الأوروبي، يعني ما كاين لا صلاح لا محرز لا حتى شي لاعب. حكيمي اللي تألق وعطى أسيست رائع، ولكن مع كامل الأسف يونس بالهندا اللي كان ضحية ديال الديربي في تركيا، خدها حمراء وكان المستوى ديالو سيء سيء للغاية، وغادي من سيء إلى سيء. أصدقاء ديالي، باش ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو في لافان ديالو كيف ديما. الإخوان ديالي، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى تشجعونا بلايك، كنتمنى تعطيونا الآراء ديالكم من خلال التعليقات. ما بقى لي إلا نقول لكم تهلاو ليا في راسكم بزاف، وكنتمنى إن شاء الله نشوفوا في شي فيديو محسن. كان معكم كيف العادة أخوكم أنوار برو. السلام عليكم.